مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من لبنان، حيث كشف بلوم بانك عن تخطيطه لتوزيع أرباح بقيمة دولار واحد للسهم عن العام 2016 على المساهمين. هالطرح رح يتم تقديمه خلال اجتماع الجمعية العمومية ب7 نيسان القادم. وبذكر أن البنك سجل أرباح صافية بلغت 463 مليون دولار بالعام 2016، أي زيادة بنسبة 14.6% عن العام 2015. أضاف البنك أنه هالنتائج بتعود إلى الكفاءة الإدارية والتشغيلية الممتازة للمصرف. ومننتقل لمصر، حيث أعلن البنك الدولي تسليم السلطات المصرية مليار دولار نهار الاثنين كدفعة ثانية من قرض 3 مليار دولار يلي سبق وتم الاتفاق عليه. نوه البنك ببيانه إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات هامة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، الأمر يلي ساهم بتوفير المزيد من الوظائف. بدورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أشارت إلى أن الشريحة الثانية من القرض راح تعزز استثمارات القطاع الخاص ومشاريع التنمية، وبالتالي بينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمصريين. بذكر أن مصر سبق وتسلمت الشريحة الأولى من هالقرض بأيلول الماضي. من مصر مننتقل للمملكة العربية السعودية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل 30 مشروع صناعي بقيمة بتفوق 900 مليون ريال. هالتمويل بيهدف إلى دعم الصناعة الوطنية إضافة إلى توفير كافة الطرق اللازمة لتطوير الصناعة بالمملكة. ومننهي من أوروبا، حيث أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه الربحية عم تشكل حاليا تحدي أمام المصارف داخل منطقة اليورو جراء انخفاض أسعار الفايدة. بيسعى المصرف حاليا إلى إبقاء سعر الفايدة عند المستوى ذاته لغاية انتهاء برنامج شراء السندات. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم بكرة.